لمشروع المتحف المصري الكبير، كلمنا عن يعني وصلنا لفين فيما يخص أعمال المتحف الكبير، إيه اللي تم الانتهاء منه حتى الآن؟ المتحف المصري الكبير زي ما عارفين حضراتكم هيعتبر أكبر متحف مخصص لحضارة واحدة وهي الحضارة المصرية القديمة. وصلت نسبة الإنجاز في الإنشاءات ما يعادل حوالي 98% الإنشاءات الهندسية فيما يخص الأعمال الأثرية. وفيما يخص العرض المتحفي، احنا ان شاء الله قريبا في خلال الايام القليله القادمه ان شاء الله هندخل قاعات الملك توت عنخ امون وهنبدا في وضع الاثار داخل بترين العرض. المتحف المصري الكبير في مراحل مختلفه، في اماكن في داخل المتحف تم الانتهاء منها كامله، في بعض منها ما زال العمل فيها قائما. ممتاز. هل بتتم معادلات الانجاز طبقا لجدول زمني محدد للمشروع ولا بتتم ازاي يا دكتور؟ هو طبعا حضرتك في خطة زمنية محددة للانتهاء من مراحل مختلفة داخل مشروع المتحف المصري الكبير، ولكن في ظروف استثنائية حصلت ليس فقط في المتحف المصري الكبير ولكن أيضا هي ظروف عالمية اللي هي جائحة كورونا عملت سلو داون. لكن احنا كنا شغالين في فترة الكورونا في جائحة كورونا، وزي ما قلت لحضرتك في البداية نسبة الإنجاز وصلت ل 98%، لكن احنا مطالبين إن شاء الله في نهاية العام ده إن شاء الله هنكون خلصانين من الأعمال فيما يخص سواء كانت إنشاءات أو عرض متحفي لقاعات الملك توت عنخ آمون، القاعات الرئيسية أو غيرها من الأماكن الأخرى الخاصة بالعرض المتحفي داخل المتحف المصري الكبير. شايف إزاي اهتمام الرئاسي والمتابعة المستمرة من قبل الرئيس لهذا المشروع الضخم؟ هو طبعا حضرتك لو احنا تناولنا الاهتمام الرئاسي ليس فقط في المتحف المصري الكبير ولكن ملف السياحة والآثار وخاصة في السنوات الأخيرة، احنا شايفين كمية الافتتاحات اللي تمت سواء كانت لمتاحف الإقليمية زي متحف كفر الشيخ وشرم الشيخ ومتحف المركبات وغيرها من المتاحف الأخرى، وأيضا الاستعدادات لافتتاح متحف الحضارة ومتحف العواصم وغيرها من الأعمال الأثرية أو فيما يخص أعمال وزارة السياحة والآثار. احنا شايفين ان في اهتمام بالغ بالملف الأثري والسياحي في الفترة الأخيرة، وده دل عن شيء فيدل على اهتمام القيادة السياسية في مصر ممثلة في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في تطوير الفكر فيما يخص الملف الأثري والسياحي. كلمنا دكتور الطيب عن أهمية إنشاء المتحف المصري الكبير وليه بنقول إن هو بيعد نقلة نوعية كبيرة في دعم حركة السياحة والآثار المصرية؟ أنا هقول لحضرتك المتحف المصري الكبير، إحنا دايما بنقول المتحف المصري الكبير هو أكبر متحف مخصص لحضارة مصرية لحضارة واحدة وهي الحضارة المصرية فعلا. القديمة صحيح واحدة طبعا هي الحضارة المصرية القديمة، ويمكن إن كان أغلب متاحفنا اللي هي المتاحف المصرية مخصصة لحضارة مصرية وهي الحضارة المصرية من قبل أو من عصور ما قبل الأسرات وانتهاء بالعصر اليوناني الروماني. يمكن لو حضرتك كلمة حضارة واحدة أو مخصص لحضارة واحدة وإن دلت على شيء بتدل على ثراء الحضارة المصرية القديمة، وإن إحنا كمصريين نفتخر إن إحنا بنبني متاحفنا بأثرنا. ويمكن أنا هنا هكرر ما قاله سيادة الوزير إن في حدث إن سيادة الرئيس افتتح ثلاث متاحف، المتاحف المصرية بأثار مصرية، والمتحف المصري الكبير ضخامة حجمه وكمية الآثار الموجودة فيه ليس فقط في متاحف ثانية كبيرة، لكن مش كل المتاحف فاتحة بآثار بلدها. احنا لو تناولنا متاحف زي متحف اللوفر او المتروبوليتن او غيره او تورينو في الاثار المصريه دي بتلعب دور مهم جدا جدا فيه، لكن المتحف المصري الكبير ما يميزه انه خصص لحضاره واحده وهي الحضاره المصريه القديمه، اثار مصريه خالصه تعرض التاريخ المصري بدايه من قبل او عصور ما قبل الاسرات وانتهاء بالعصر اليوناني الروماني. اهم ما يميز الاثار في المتحف المصري الكبير ان احنا بنضم مجموعات كامله هتعرض لأول مرة تحت بناء أو سقف واحد كما هو الحال في مجموعة الملك توت عنخ آمون. احنا بنضم أو بنعرض في المتحف المصري الكبير اكتشافات أثرية حديثة كما هو الحال في اكتشافات المجلس الأعلى للآثار ممثلة في اكتشاف خبيئة العساسيف واكتشاف خبيئة سقارة للتوابيت وغيرها من الآثار المصرية الأخرى. فاحنا فخورين جدا جدا احنا بنشتغل في المتحف المصري الكبير، وانا بعمل ستريس على كلمه متحف مخصص لحضاره واحده وهي الحضاره المصريه، لان في متاحف ثانيه كبيره زي ما قلت قبل كده ولكن ليست كلها مخصصه لعرض حضاره البلاد التي تبنى فيها تلك المتاحف، ولكن ما يميز المتحف المصري الكبير ان كل اثارنا فيه مصريه. طب